وأكبر دليل على إن حياتنا الروحية بتبقى منحة من ربنا إن إحنا في صلاة الشكر بنقول امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خافتك. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس. أو نقول في صلواتنا اعطنا يا رب أن نفعل ما يرضيك. مش أتعهد أمامك يا رب أن أنا أفعل ما يرضيك، لا، اعطنا يا رب أني أفعل ما يرضيك. خلي حياتك الروحية تبقى منحة من ربنا، تطلب منه كل اللي انت عايزه حتى من جهة الفكر والقلب. يعني ياما واحد يقول أنا هجاهد إن أنا هحفظ فكري مع ربنا 100%، هجاهد هحفظ مشاعري مع ربنا 100%، لكن الكنيسة ما علمتناش كده. أول ما نصحى باكر نقول أنر يا رب عقولنا وأفهامنا وقلوبنا، أنر يا رب عقولنا وأفهامنا وأرواحنا يا سيد الكل، فلتشرخ فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية. نقول قوم أفكارنا، نقي نياتنا، وفي صلاة الساعة 9 نقول انقل عقولنا من الاهتمامات العالمية والشهوات الجسدية إلى تذكر أحكامك السمائية. أنت اللي تنقل عقولنا، وأنت اللي تقوم أفكارنا، وأنت اللي تطهر قلوبنا. ولذلك من جهة تطهير الإنسان بياخدها برضو كمنحة من ربنا. إحنا في القداس الإلهي بنقول طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. طهر نفوسنا، مش نتعهد أمامك يا رب إن إحنا نعيش طاهرين، إحنا بنقول له طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. في المزمور 50 اللي بنقوله في كل سنة نقول اغسلني يا رب فأبيض أكثر من الثلج، اغسلني كثيرا من اسم، انضح علي بزوفاك فأطهر. هو ربنا اللي بيغسلنا وهو اللي بيطهرنا، لكن كون انك انت فاكر ان بقوتك وبإرادتك وبعزمتك هتمشي صح، الشيطان يقول لك انا يا من انتصرت على ناس اقوى منك. والكتاب يقول عن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. في صلاة الساعة الثالثة نقول ارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا، طهرنا من دنس الجسد والروح، انقلنا الى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. انت تطلب من ربنا انه ينقلك الى سيرة روحانية، يديك طهارة النفس والجسد والروح. ونقول في صلاة الساعة 9 برضو امنحنا ان نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليه. ونقول في صلاة باكر هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، هب لنا منحة منك، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. اوعى تفتكر جهادك بدون يد الله معاك ينفع بحاجة. جاهد صحيح، لكن لازم يكون ربنا هو اللي بيقودك في جهادك، ونعمة ربنا هي اللي تمشيك في حياتك.